واحد مثل سيدة شهرزاد يعني منذ بداية الحصة ويتتحدث التقاليد الجزائرية، الأكلة التقليدية الجزائرية، وتدافع عن التقاليد الجزائرية. عندي ليك دليل قاطع باللي هذا الكلام تاعك ما ينطبقش عليك. كش واحد ما يحب التقاليد الجزائرية ما يحبش بوز اللوف، ما يحبش الدوارة يا عباد الله. هذه في أي محكمة؟ هذه في أي محكمة راك تدافع؟ هذه وش جبتها؟ طبعا نشاهد المقطع. شوفي غير ديك كولومبو، ما هي أكلة اللي ما تحبيهاش تاكليها واللي ما تحبيش طيبيها. الوغ نطيب كلش، بورتون مثلا بوز اللوف، أنا بوز اللوف ما نحبوش. الله غالب ما نقعدش بصح نطيبو، نطيبو بطريقة مهولة يعني نجيبها بنين. دوارة تاني ما قدلهاش، ريحتها ديجا تغبني بصح نطيبها، نطيبها وندير لها عصبان وندير الدوارة لأن زوجي يحبها، زوجي يحبها بزاف دونك نطيبها. بصح ما ناكلهاش، ما نقدلهاش الله غالب. هذا انت ما تقولش بيراطاوك، هذا اللايف تاعك، تي بارتي دون ان لايف مش عارف وين درتها في عام جدي. لا مي سي فغي، انا ما ناكلش بزلوف وما ناكلش دواره بصح نطيبهم. برق عينو، واش نقول لك؟ خلي الشيخ حميد يحكي لنا على برق عينو. لا لا اش تصح لك الدواره نتايا؟ والله العظيم لازم واحد يبكر. وينك على بالك خويا سلطاني؟ والله العظيم والله العظيم مرسي ريكوموند. الله والله ما تصح لك غير حتى لازم تصبح عند البوشي ولا تروح لي نهار من قبل. قال اسمع غدوة خلي لي الدوارة بقرية. كاين شي ناس ما يحبوهاش شيخ وبرق بصح يطيبوها، يسموهم يطيبوها. برق عينو في الحراش.